في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من توقيف 3 أشخاص قاموا بإبعاد قاصر دون سن 18 سنة ببلدية زرقينة ولاية بجاية. تعود وقائع القضية إلى قيام أفراد فرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بخراطة بدورية على الطريق الوطني رقم 9. تم معاينة السيارة متوقفة على حافة الطريق. سائق يبلغ من العمر 27 سنة رفقة شخصين آخرين يبلغان من العمر 28 و 35 سنة ينحدرون من ولاية سطيف، كان في حالة سكر وبرفقتهم فتاة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة تنحدر من ولاية سطيف.